طبعا انتوا عارفين ان احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم تقريبا في كل حلقه من حلقات البرنامج عن روح النادي الاهلي، روح الفانيلا الحمراء، الانتماء للنادي، الانتماء للفريق، للكيان بشكل عام. النهارده هنتكلم معاكم وهنشوف معاكم من خلال هذا التقرير يعني رواد النادي الاهلي من الاعضاء اللي هم كمان يعتبروا من العلامات المميزه جدا في تاريخ النادي الاهلي. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلام. بنتجمع كل يوم جمعة، بنصلي الجمعة في الأيام العادية، في الشتاء بنتجمع بالنهار وفي الصيف بنتجمع بالليل. طبعا كل المجموعة اللي هنا كلها ولله الحمد قلبها على النادي، بتحب النادي. لما بيكون قبل الانتخابات بنبتدي نتجمع ونتكاتف على الناس اللي نازلة اللي احنا بنحترمها، من أول كابتن صالح وكابتن حسن حمدي ويليه كابتن محمود الخطيب. النادي الأهلي بالنسبة لينا بيتنا الأول، ثم بيوتنا البيت الثاني، كل واحد لينا له أسرته، لكن بيتنا الأول والأساسي اللي بيجمعنا النادي الأهلي طبيعي، وده سر حبنا وامتناننا للنادي الأهلي. مش مسألة إن هو نادي كورة، يعني أهم من إن هو نادي كورة الألفة والمودة والصداقة والأخوة اللي بين أعضائه اللي بتجمعهم، وده سر تفوق النادي الأهلي على مدى قرن من الزمان. احنا بنيجي هنا في النادي بنتقابل الناس اللي نعرفهم وصحابنا وزمايلنا اللي كانوا معنا في الجيش أو الناس المدنيين، حبايبنا اللي في النادي هنا، وتقريبا منتظمين الجمعة، وبنيجي الحد وبنيجي التلات، بنقضي وقتنا كله بنقعد نتكلم في الأمور الواجبة في اللي بيحصل مع النادي الأهلي والبطولات اللي بياخدها الأيام دي. أنا بعد ما خلصت المعاش كان الله يرحمه حماية كان بياخد ولادي يجي يمرنهم هنا في الفرق بتاعتهم وبتاع الكلام ده، كنت ده الحياة بتاعتهم. أنا لما جيت لقيت معاش بقى، أنا كنت شغال الصبح وبعد الظهر في كل وقت شغل، فجيت لما لقيت معاش عندي وقت فراغ جامد جدا جدا جدا. أعمل إيه؟ أقعد على القهوة؟ لا. فأولادي كبروا قالوا لي يا بابا انت انزل روح النادي هتلاقي ناس حاجه. جه في النادي وقعدت في الايه في الحته دي، طبعا لفيت النادي كله وعملت صداقات جامده جدا مع كل الاعضاء، وعن هنا حتى مع كل الناس اللي تخطر على بالك من فضائح النادي الاهلي الكبار. طبعا اهلاويه جدا من واحنا صغيرين، فطبعا اشتركنا في النادي وبنحبه قوي، بنحب قعدته جدا. يعني المكان ده والأماكن كل حتة فيه لها ذكرى ولها حاجة حلوة عندنا، فيعني بفتقده لما بقعد فترة طويلة ما جيش. المكان نفسه، المكان نفسه حلو، يعني فيه ذكريات حلوة، بنشوف بقى اللعيبة اللي احنا بنحبهم تبقوا معديين مش عارف ايه كده، يعني في ايفنتس كتيرة كانت حصلت لطيفة. يعني جينا قعدنا دلوقتي بنستمتع الحقيقة بالشمس، وبعدين بما اننا ما بنجيش كل يوم جمعة فشفنا، او انا على الاقل شفت ناس كتير قوي ما كنتش شفتهم من زمان لاني بقالي فتره ما كنتش جيت، ولقيت قد ايه ان الدنيا غيرت، ناس كتير وشكلها اتغير، بس كنت مبسوطه ان انا شفتهم. و لينا برضو ناس كتير ومعارف كتير هنا في النادي بنقابلهم بنسلم عليهم وممكن نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض. انا من سنه 70 في النادي، 1970، من ايام ما كان الرئيس اللواء الفريق مرتجي، والأستاذ كمال الدين حافظ، دول كانوا زملاء في النادي معايا من سنة 70 وأنا في النادي، وحضرت كل الأحزان والأفراح بتاعت النادي. الناس كلها محترمة، وناس كلها يعني كل واحد قاعد في حاله، وناس بتحب تقضي وقتها وقت سعيد يعني، وما تحبش مثلا لا تزعل حد ولا حد يزعل من حد، وكله بيبقى متعاون يعني هنا. أكيد يعني يوم الجمعة ده طبعا يوم بالنسبة لنا بيبقى يوم التلاقي مع الإخوة والزملاء، وبنيجي هنا عشان يعني نفرج عن نفسنا، وبعدين بنفس الوقت نتكلم في الأمور سواء الرياضية أو العائلية،
واللي ربنا بيقدرنا عليه يعني بنحاول نفك عن نفسنا فيه. جميل جدا كمان يعني لما حد يشوف ناس كبيره في السن وفي عمر يعني اجدادنا وبيروحوا بيستمتعوا بالنادي فتره الصباح. انا وكريم علقنا يمكن على يعني قعدتهم زي السكر، جميله بالظبط، خبرات حياتيه متراكمه، احلى كلام واحلى قصص، تاخد منهم خلاصه خبراتهم في قعده. صح والله ناس عسل. كلام انا بتفق معاك جدا. وفاكر لما حكيت لك كان معايا واحده في الجيم يعني سيده عمرها حاجه و70 سنه اللي ورطتيها في السكواتر وعايزه اقول لك يعني الوقت كان بيجري بسرعه لان انا قابلتها بعد كده مرتين بس، بعدين ما اعرفش ليه ما بقتش تيجي هي، بس يعني فكرك ليه ما بقتش تعبت مني انا اكيد. خدتي الحاجه تعمل 150 سكوات وعايزاها تيجي تاني ولا تشوفيها في المنطقه نفسها؟ حرام عليك. لا بس يعني ناس فعلا تستفيد منهم جدا وناس لطيفه جدا وقعدتهم حلوه ويدوك بوزيتيف انرجي كده، طاقه حلوه وايجابيه ويحسسوك ان الكل يعني عارف لما تيجي تتكلم معاها مثلا او تتكلم حد كبير، مش اكيد مش بس انا اعتقد كلنا بنشعر بكده، حسسك ايه المشاكل العبيطه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي. الناس دي شافت كتير قوي وعدت بتجارب كتيره جدا لغايه لما وصلت للخبره اللي هي دلوقتي احنا بيحاولوا ان هم يدوها لنا ونستفيد بيها. فيعني ربنا يديهم الصحه الناس دي دايما، وحقيقي انا بشعر بسعاده لما بتكلم معاهم. على فكره هم جزء من بركه النادي. والله صح. صح ودعواتهم يعني مستجابه كتير جدا من الاحيان، فربنا يديهم الصحه. في يوم هنبقى كده كريم. يوم ايه؟ انا بتكلم عن انا من النهارده يا ست الناس. نفسي انا عن نفسي جاهز. انت عندك حاجه و40 سنه صغير جدا. بلغت من العمر ارزل. طيب ماشي يا كريم.